بكاميرا جواله الصغير بدأ موهبته التي تكشفت بعمر 13 عاماً عندما كان يشارك غيره بمسيرات احتجاجية في الخليل، ليصبح بعدها أصغر مصور فوتوغرافي في الأراضي الفلسطينية. أولاً بدأت أصور بكاميرا جوالي، بعدها طورت واشتريت كاميرا. أنا كنت أشوف المصورين إنهم بيصوروا، لما كنت أنزل مسيرات أشارك عادي، بعدها صرت أحب أني أخذ معي الكاميرا، بعدها طورت صرت أنزل على كل مسيرة، صار الكل يعرفني. وبدعم من حوله من أهل وأصحاب الذين علموه أساسيات هذا الفن، بدأ أسامة المشوار في عالم التصوير في هذا السن الذي تعجب له من حوله من صحفيين. أبوي وأهلي دعموني وعلمني صاحب إلي، أنا ما أخذ دورة، وبعدها صرت أنزل أصور مسيرات وأصور كل إشي، وكل إشي بصير أنا بالخليل، وبرضه بصور الورد وبصور طبيعة وبصور أشياء كتير. هم لما يشوفوني إن أنا طفل بهذا العمر بصور، يعني بيستغربوا وبصيروا بيجوا يعني بتقربوا علي، شو اسمك، قديش عمرك، أي صف، وبعد يطلعوا كمرتي، وبعد صاروا كلهم أصحابي وصرت أنزل أصور معهم. صعوبات ومخاوف عديدة تحيط بهذه الموهبة الناشئة التي صارت تعطي ما تلتقط من صور صحفية لوكالات الأنباء المعنية. يعني برضو أنا معي فيستة صحافة بس يعني مش دراع، يعني بنزل تحت وبقول لأهلي إنه مبقربش بس بقرب، وخلص صار دائما أنزل وعادي هم بيقلوش، يعني بطلوا يقلقوا كتير إنه يعني إني أتصاوب، خلص صاروا يكنوا علي. يعني أنا أغلب العالم بتحب صوري، الكل بيحبهم، وبعطي للوكالات للشاب وللقدس، وبعطي ل يعني حتى ما صفحات إخبارية على الفيسبوك، ومرات في قنوات بيعرضوا صوري، وفي كتير ناس بياخدوا، يعني ناس أشخاص. حب لهذه المهنة التي صار روادها هنا كثر، وسبب سخونة المنطقة التي تشح فيها فرص الإبداع في الوظائف الأخرى.